وللمزيد من القراءة والتحليل ينضم إلينا من رام الله سيد أنس أبو عرقوب، الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي. سيد أنس، أهلا بك معنا. وفق المعطيات المتوفرة حتى الآن حول هذه الصفقة المحتملة، يعني هل نقترب فعلا من إبرام صفقة في هذه المرحلة؟ يعني في ما هو متاح، أولا هناك أمور يجب أن نتذكرها عندما نتحدث عن احتمالات نجاح هذه الصفقة والظروف المواتية وتلك الغير مواتية. بالدرجة الأولى، نجحت حركة حماس وجناحها العسكري وأيضا الجهاد الإسلامي في إدارة حرب نفسية أججت الصراع داخل إسرائيل ودفعت ذوي الأسرى بقوة على حكومتهم، وأيضا ممارسة ضغوط على الإدارة الأمريكية التي يحمل جزء من هؤلاء الجنود جنسيتها. هذا يعني أحد العوامل المهمة والضاغطة باتجاه التوصل إلى صفقة. وفي الأمر الآخر هو عجز، يعني العجز الاستخباري والعسكري في استنقاذ عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين بعد مضي كل هذه الفترة. في إسرائيل التقدير الرائج، المعلومات الأكيدة في إسرائيل أن المستوى المهني، وهنا الحديث عن جهاز الموساد وجهاز المخابرات الداخلية الشباك وأيضا وزراء مجلس الحرب، كل هؤلاء يعتقدون أن مقترح الصفقة جيد و يعني بالإمكان المضي فيه قدما. ولكن المعلومات القادمة من داخل مجلس الحرب ومن داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية تؤكد أن بنيامين نتنياهو لا يريد هذه الصفقة وأنه يجر إليها جرا رغم عنه. في الم... ولذلك هو يطبق حاليا استراتيجية، يعني كما يعني كما تشير، بالإمكان استخلاصها من التدقيق فيما تورده وسائل الإعلام العبرية مستندة إلى تسريبات من داخل مجلس الحرب. أولا، يعني نتنياهو في اللحظات الأخيرة طرح شروط جديدة، من بينها يعني فرض الإبعاد على الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، وأيضا يعني أراد، وفي ضمن هذه الاستراتيجية الرامية لتفجير الصفقة أيضا أراد تقليص التفويض الممنوح للوفد المهني نعم سيد عرقوب، الذي يعني يعني يجري نتنياهو يقول طبعا كلاما كثيرا، لكن في نهاية المطاف الآن الرئيس الأمريكي يتوقع بحلول الرابع من مارس توقيع هذه الصفقة، ويبدو أن الضغوط الأمريكية شديدة ومهتمة بإنجاح هذه الصفقة. لكن ما جرى تسريبه حتى الآن يتعلق فقط بالمرحلة الأولى ولا يشمل المراحل التالية، هل يبدو هذا كافيا الآن؟ أريد أن أجيب انطلاقا كيف تفكر إسرائيل وكيف ترى الواقع. التقييم المهني الرائج في إسرائيل حاليا هو أن حركة حماس أولا يعني كانت مستعدة لهذه الصفقة بهذه الشروط قبل نحو 3 شهور، وحركة حماس لم تتراجع عن أي شرط من شروطها. هذا ما قاله على الأقل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق جيورا آيلاند، وكانت إسرائيل تقول ونتنياهو وقادة جيشه أن الضغط العسكري سيدفع حماس للتراجع. قال آيلاند أن هذا كان خطأ استراتيجيا. حركة حماس متمسكة بشروطها، بالشروط التي وضعتها منذ بداية الأزمة. لدى حركة حماس الحديث الآن يدور عن المدنيين
الإسرائيليين وكبار السن والنساء، ولكن حركة حماس لديها معادلة أخرى كما يقولون في إسرائيل، لديها الكتلة الحرجة المكونة من العسكريين والضباط، وبعضهم كما يقولون في إسرائيل ضباط استخبارات يجري استجوابهم حتى الآن للكشف والإفحاء وتحديد طرق وآليات والوقوف على القدرات الفعلية للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. الآن حماس تريد إغلاق ملف الأسرى المدنيين أو الرهائن المدنيين، ولكن الملفات الكبرى هي يعني ستشترط تنفيذها وتطبيقها في ما يتعلق بالأسرى الجنود والضباط الإسرائيليين، وعندها ستطرح مطالبها المتعلقة بإعادة الإعمار والانسحاب الكامل والشامل من نعم. طيب، قطاع غزة. بالإضافة إلى ما تفضلت به سيد أبو عرقوب، تشمل هذه الصفقة في مرحلتها الأولى طبعا موضوعات أخرى مهمة مثل المساعدات الإنسانية، كذلك عودة بعض النازحين إلى الشمال، فك الحصار عن بعض المستشفيات، والعديد من البنود الأخرى التي تعتبر أو تشكل أولوية للنازحين في قطاع غزة طبعا، بالإضافة إلى وقف الحرب. وفق ما رشح حتى الآن وما سرب، هل يبدو أن اتفاق المرحلة الأولى أجاب بوضوح على هذه المسائل؟ كل ما يتم تداوله، وأنا هنا أريد يعني الإشارة إلى ما يأتي على لسان الشخصيات الرفيعة في إسرائيل، وعلى لسان يعني كبار المعلقين العسكريين والسياسيين في كبرى القنوات والصحف العبرية. حتى الآن الشروط التي تصر حركة حماس على تنفيذها، أولاً عدد كبير من الأسرى ومن ما يسمون ممن تسميهم إسرائيل أسرى العيار الثقيل، وأيضا شروط عودة السكان الفلسطينيين إلى المناطق الواقعة في شمال قطاع غزة، وضمان تدفق الإمدادات الغذائية والدوائية ونقل الجرحى إلى الخارج، وإدخال أيضا وفود طبية للمساهمة بعلاج الجرحى والمرضى الفلسطينيين. تحت وطأة يعني الإصرار الفلسطيني في هذا المجال، إسرائيل مستعدة نفسيا لقبول تنفيذ هذه الإملاءات على الأقل في المرحلة الحالية. الحرب النفسية التي تشنها وتواصل شنها الفصائل الفلسطينية حتى في أثناء عملية المفاوضات يعني تؤتي أكلها جيدا داخل إسرائيل، وتعاظم حالة الضغط التي يعني يتعرض لها بنيامين نتنياهو وفريقه، ويعني واليمين المتطرف الذي يرفض التوصل لأي صفقة. خلال الساعات الماضية تعاظم هذا الضغط. ذوي الأسرى الإسرائيليين يظهرون يعني مواقف أكثر حدة. كل ذلك يعود إلى نجاح أولا الفصائل الفلسطينية بالاحتفاظ بالأسرى، وعجز الجيش الإسرائيلي عن استنقاذهم، وأيضا بفضل الحرب النفسية التي تدار يعني من قبل نعم. جهات تتقن وتعرف أشكرك نقاط الضعف في المجتمع الإسرائيلي. جزيل الشكر السيد أنس أبو عرقوب، الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي من رام الله، شكرا جزيلا لك.